وين راح هذا؟ أبي أفهم وين راح، وين ذلف وخلى مكانه. أكيد تلقى مني ولا مني قاعد يتصوخ ويتسمع حق أسرار الناس، يا أحب حق كشف الأسرار. لكن هيقن هيقن أنا وراك والزمن طويل. الله فوضي الله خرابيط. هالشركة هذه صايرة مثل الذبيحة، كل من يضرب له سكين ويقطع له الكيفة. يلا انت هم صير مثلهم، اخذ سكين واقطع الكيفة ولا بتم قاعد تتفرج. حمد يا مطر اسمعني زين، أصحاب المثاليات والمبادئ والأخلاق هذولا ترى يتمون طول عمرهم آخر سرة. والله أنا يا حمد أفضل أني أتم في آخر سرة ولا بوله، أفضل أني أنام مرتاح ولا ينقال عني حرامي. الحرامي يا مطر اللي بوق 10 دنانير، لا 100 دينار، 1000، 2000، هذا تقول عنه حرامي؟ هذا ينسجن ويلعن ابو خامسه. اسمعني انا ابيك ريال محترم، ابيك ريال تشقل مخك. انت بشركه اصحابها مسلمينها للمدير والموظفين ولا يدرون عن شيء. شقل مخك يا مطر، شوف اللي حولك شو يسوون، سو مثلهم ولا بتقعد طول عمرك كذي. شكور يا حمد وما قصرت، عسى الله يغنيني عنك وعن خدماتك. على هواك كيفك، لكن طالع مثالياتك ومبادئك واخلاقك وين وصلتك؟ مديون، بعت بيتك، ساكن بجار، اقساط باقساط، ولا وفوق هذا كله حمد حمد ارجوك حمد، انا عمري ما تدخلت في حياتك الشخصيه، ارجوك انك ما تتدخل بحياتي. لا مطر لا 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 ارجوك، انا لازم اتدخل. لا تنسى ان امي تصير حق امك، شو تصير لها ما ادري لكنها تصير لها وخلاص، هذا يعطيني الحق اني اتدخل. حمد انت مو لحي صديقك ما ادري فيك هذا مناور، روح له يا اخي روح له فكني. انا لو لاقيه ما جيتك. الا ما قلت لي هو انا فيه